وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس 25 بعد 107 في سلسلة دروس رياض الصالحين بالإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. أجيب عن بعض الأسئلة التي وردت، لا يمكن أسئلة كثيرة جدا نأخذ منها ما سمح به الوقت مما يتعلق بالدرس الماضي. أحدهم يقول: ذكرتم في الدرس السابق أن حضور المرأة وتعلمها دينها عند أحد العلماء لا يجعل لهذا العالم صفة الأب الروحي الذي يحق له النظر إليها كالأب النسبي. لقد رأيت إحدى الفتيات القريبات تعلق على جدار بيتها الذي تسكن فيه صورة أحد المشايخ المكبرة التي تتعلم أمور دينها عنده، علما بأن هذه الغرفة هي نفس الغرفة التي تنام فيها وتقلع فيها ملابسها. ما حكم ذلك وما واجبي تجاه تلك الفتاة؟ طبعا الشيء الذي ذكرناه يختلف عن هذا الذي يقوله الأخ. نحن قلنا أن استفادة المرأة من الرجل في دينها لا يجعل من هذا الرجل شد علاقة نسبية بحيث يصبح كأنه والدها أو كأنه أخوها، تجلس عنده كما يجلس الأخ مع الأخت مع أخيه أو البنت مع أبيها، طبعا هذا غير جائز. فإرشاد العالم للفتاة لا يجعل منه أبا لها، يظل أجنبيا عنها وتقول أنا تظل أجنبية عنه. هذا ما قلناه. أما موضوع وضع الصور هذا شيء آخر، فالصورة الفوتوغرافية ليست هي الصورة التي منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة التي وردت الأحاديث الصحيحة من منعها هي الصورة التي كانت تسمى صورا آنفاً، وهي التي تكون بالرسم اللبني سواء كان رقما على الورق أو القماش أو مجسدا، فهذا شيء آخر. نحن ندخل إلى بيوتات كثيرة نجد على الجدران صور علماء، صور غير علماء، صور رجال، هذا بحث آخر يا أخي لا علاقة له بموضوعنا. إذا كانت هذه الفتاة أكبر مشكلاتها وأكبر مصائبها أنه تضع صورة هذا الشيخ في البيت فهذا ذنب مغفور إن شاء الله. لكن المصيبة هي أن تتصور أنه أصبح بمثابة أبيها، فلا حرج إذا اختلت به واختل بها، أي المصيبة؟ أن لا حرج أن تقبل لدن مثلا، لا حرج أن تظهر ما أمر الله بسكرها، هذه هي المصيبة. كما وضع الرسول تضح بالغرفة إذا وقفت عند هون مو مشكلة. فيمكن من كلامكم في الدرس الماضي أن جميع الطوائف المسلمين من أمة الاستجابة، وبالتالي فإنه مسلمون، وبالتالي فإنه يصح الزواج منهم. فيمكن من كلامكم في الدرس الماضي أن جميع الطوائف المسلمين هم من أمة الاستجابة، طوائف المسلمين طبعا، وبالتالي فإنه المسلمون، وبالتالي فإنه يصح الزواج منه. ولكني سألت مرة أكثر من شيخ من شيوخ دمشق عن مشروعية زواج صديق لي من فتاة غربية، فأجابني بأنه لا يجوز له ذلك لأنها ليست مسلمة، وشمل معها العلويون والإسماعيليون وكثيرا من الطوائف الإسلامية، وأنه في الحقيقة قال ليسوا مسلمين بل ليسوا كتابيين أيضا وهم كفار إلى آخره، وبالتالي لا يصح الزواج بهم. نعم. واستدل أحدهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي إلى 70 شهرا. نحن لا ندري ما الذي يقصده هذا الأخ السائل، هل يريد
أن يعلم شيئا يجهله أو يريد أن يستشير أمرا يبتغي من ورائه سوءا لا نعلم، لكن على كل سأجيب. نحن نؤثر أن نجيب عن هذه المسائل التي قد يستشكلها البعض إجابات خاصة. وكان بيسأل هذا الأخ أن يسألني سؤالا خاصا من فمه لأذني ومن فمه لأذني، ولكن ما دام أنه يقول ولعله صادق أن هنالك مشايخ يقولون هذا الكلام، وما دام أن هذا الكلام يسري بين الناس كما تسري النار في العشي، إذا ينبغي أن نجيب علنا وصراحة حتى نكسر جذوة الفتن التي يشعلها جهال باسم العلم. وأنا أقول قبل أن نجيب، هؤلاء المشايخ الذين قالوا لك هذا الكلام ليس مشايخ وهم جهال، وليتهم اعترفوا بجهلهم. ما يتعلق بالحكم على الإنسان بأنه مسلم أو غير مسلم، حكم من انتماء الإخوة جيدا حتى تكفي بهذا الكلام هذه الأقوال الجاهلية المتينة. الحكم على زيد من الناس بأنه مسلم أو غير مسلم من خلال انتمائه ليس صحيحا، ولم يقل به لا كتاب الله ولا سنة رسوله. مثلا جاءني إنسان يخطب ابنتي، قلت له من أين أنت؟ قال من المدينة المنورة. طيب من أنت؟ قال أنا من سلالة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا حسنك النسب، هل هذه النسبة تجعل منه مسلما؟ يعني يكفي أن يغمض عيني وأقول تعالى فقد زوجتك ابنتي؟ لا، يمكن أن يكون حسنيا النسب منسوبا إلى رسول الله، وإذا هززت عقيدته الشخصية أجده ملحدا نفسيا صحيحا. لا، إذن هو غير مسلم رغم أن نسبته إلى أهل السنة والجماعة بل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب جاء شاب طرق ذلك يد ابنتي، من أنت؟ قال أنا والله من اللاذقية، أنا علي، أنا إسماعيل، أنا كذا، هل يجوز لي أن أنسبه إلى الكفر بنسبته التي يمكن، كما أنه لا يجوز لي أن أنسب ذلك الأول إلى الإسلام بنسبته إلى رسول الله وحدها، فكذلك لا يجوز لي أن أحكم على هذا بالكفر بنسبته إلى قبيلة كذا أو غير كذا أو كذا. لعلي لو سألته ما هي عقيدتك؟ أتؤمن بالله ربا؟ وتؤمن بمحمد رسولا؟ وأسمع جواب إنسان مؤمن موحد خائف من الله ملتزم، إذا هو مسلم أم غير مسلم؟ ماذا فهمنا أيها الإخوة؟ فهمنا أن الانتماء وحده ليس شهادة لهذا الإنسان لا بالإسلام ولا بالكفر. تسأله هو ما معتقدك الذي تؤمن به؟ ما موقفك من الإيمان بالله؟ ما موقفك من محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذا القرآن ما هو؟ فإذا رأيته يقول أنا مؤمن بأن الله ربي وهو واحد لا شريك له، وأنا مؤمن بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما هنالك، إذا هو مسلما بكل معنى الكلمة أيا كان انتماؤه. وإذا جاء هذا الإنسان والده الشيخ حج 10 حجاج، أمه شيخة حجت 20 حجة، وكل أسرته يتباهى بإسلامهم، نعم
ثم أخذ لا يكفي لابد أن تسأله عن معتقده. سألته عن معتقده ماذا تعتقد بالنسبة للإيمان بالله ورحمة الله ورسوله؟ يقول له والله أنا إنسان ناقص، أنا إنسان علم، أنا إنسان يؤمن بأن الكون كله يتوالد عن طريق ديالكتيك. طيب هو مسلم أم كافر الآن؟ هو كافر. يا ترى انتمائه إلى أبوين شيخين يحدون 20 أو 40 حجة يجعل منهم الإيمان؟ فالانتماء لا يكفر المسلم، كما ان الانتماء لا يجعل الكافر ايضا مسلما. هذا هو حكم الشريعه الاسلاميه. فهذا الاخ يلقى هؤلاء الذين يسميهم المشايخ ولينقى له ما اقوله ويقول له اتق الله ان كنت جاهلا فاسكت الى ان تتعلم، ولا تجمع بين خسيستين الجهل وإثارة الفتنة. نعم، هؤلاء الذين يقول عنهم على اليوم أو كذا في مجلسكم هذا الآن مليء منهم، في مدارس تحفيظ القرآن مليء منهم، عند الشيخ محمد شكر وعند فلان الذين يحذرون الناس قرآن القرآن ويعلمونهم القراءات من مجالسهم من تمنع منهم. إذا قلنا بصحة هذا الكلام، إذا ماذا يصبح معنى ذلك؟ معنى ذلك أن نقول لهؤلاء سواء آمنتم صليتم حضرتم الجاهد في العلم حضرتم القرآن أنتم يا أخي ملكم مسلمين لأنكم منتمون إلى بيت كذا. هل قال رسول الله هذا الكلام؟ هل في كتاب الله شيء من هذا القبيل؟ هذا الكلام أقوله لهذا الأخ، يعني هو هذه المسائل نحن نتبقى أن نجيب عنها إجابات خاصة، ولكن في ذلك حكمة، لأنه يبدو أن هذا الكلام ينتشر في الخفاء، فإذا كان ينتشر في الخفاء فالمعلم على الملأ الحقيقة. هذا الكلام باطل غير جائز أيها الأخوة. نحن نحكم على كل فرد بأنه مسلم أو غير مسلم على حدة حسب اعتقاده الذي يدين به. أما الانتماءات الجماعية لا نكفر الناس جماعيا ولا نجعلهم مسلمين جماعيا، لأن لا نقول القرية الفلانية كلها إسلام لأن هذول الأسلام من سلالة الله كلهم خلاص إسلام، لا بتأذينات الملاحدة، ولا نقول القرية الفلانية إذا كلهم كفار لأنهم منتمون إلى كذا. فيهم مؤمنون فيهم كهان فيهم ملتزمون فيهم مؤمنون غير ملتزمين. نعم الاجتماع النصرة عند النبي صلى الله عليه وسلم يشمل المرأة الواحدة أن تأتي الشيخ في مسجده أو خلوته منفردة بحجة التعليم، وبالتالي يكون هذا استثناء من حديث ما خلى رجل من الله إلا كان الشيطان ثالثهما. لا، حديث ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما قانونا يحكم ولا يحكم ولا نكتب فيه استثناء الا اذا لم يدخل استثناء، والنبي ما ادخل صلى الله عليه وسلم اي استثناء. لكن ما هي الخلوه؟ ينبغي ان الاخ ان يسال هذا السؤال، ما معنى الخلوه؟ لو ان امراه دخلت هذا المسجد او غرفه في هذا المسجد واحده وكان في هذه الغرفه رجل واحد جاءت تسأله او جاءت تسمعه او جاءت لحاجة، منظر يشرع عن مفتوح عن انسان يدخل يخرج، هذه ليست خلوة. اما اذا كان الباب مغلقا بحيث لا يتسمع لمن ياتي من الخارج ان يفتح ويدخل، اذا هي خلوة. اذا الغرفة التي يوجد في داخلها رجل وامرأة والباب يوصل هكذا، يعني كما يقولون بالعامية مردود ويمكن لأي إنسان أن يدخل، هل هذه خلوة؟ ليست خلوة. أما إذا كان الباب مغلقا
انفراد المرأة خلوة، يعني تعدد الرجال والمرأة واحدة لا يعني نقل على الخلوة، هي خلوة إذا كان الباب مغلقا، لكن تعدد النساء مع فردانية الرجل ليس خلوة. مثلا امرأة دخل على أبيه الباب مغلق، لكن هذه ليست خلوة لأنهما امرأتان. لكن لو أن امرأة دخلت ومع الطبيب ممرض أو زميل له فهي خلوة، هذا حكم شرعي هام ينبغي أن نعلمه. نحن نأخذ من هدي سيدنا رسول الله ولا نزيد ولا نزيد. كيف كان يجلس رسول الله مع النساء ليعلمهن دينهن؟ وفعل ذلك، لكن لا نزيد على ذلك البتة. ورد في حديث أبي سعيد الخدري: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلى آخره. إن كلمة ثلاثة تدل على معنى ثلاثة على الأقل. هون بعد يسأل الأخ السائل: مين هل جبتها؟ إن كلمة ثلاثة تدل على معنى ثلاثة على الأقل، هي على الأقل مين فهمتها؟ أنا ولا هلا ما فهمت الكلام. العلماء يقولون العدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له، يعني سواء عليك استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. كلمة 70 مرة ما لم يكن مخالف من هو معناتها اذا استغفرت لهم 75 تغفر لهم ولا اقل. العدد لا مفهوم له. فاذا قال رسول الله: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد الا كن له لها حاجزا من النار، ومعناتها مؤمن ثلاثة بس. هل مؤمن انت من عندك فهمت؟ لان العدد لا مفهوم له. نعم. ثم يقول: والا فهل لما افاد تحديد هذا الرقم شيئا؟ العدد لا مفهوم له. ولماذا يقول هذا الكلام؟ لانه بده يستشكل الكلام التالي. الان عندما سئلت المراه عن الاسم لم اجاب رسول الله بالاجابه، قال يسمى، فهو قصده ان الله عليه الصلاه والسلام لا يشرع من عندي. كيف غير كلامه؟ كان عميل ثلاثه بعدين قالت له كمان اثنين، قال كمان اثنين. طيب كيف؟ من اجى الاشكال؟ اجى الاشكال من الغلط في فهم الاول، لما تصور ان الثلاثه لها مفهوم مخالف. نعم، يعني اذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي نعم مات له ثلاثه اولاد يجعلهم الله له مع شفعاء يوم القيامه، ابدا لا يدل على ان اثنين لا. اثنين مسكوت عنه. اثنين مسكوت عنه بيقول ايه وبيجوز لا. فلما نجي قالوا اثنين هل مسكوت عنه اثنين؟ والله عز وجل يقول: يوم ينطق عن الهوى، سواء كان حديثا او ما قال هذا الكلام الا وقد وحي اليه بهذا الذي قال. طبعا الوقت لا يتسع للاجابه عن كل الاسئله، الوقت اضيق من هذا، نكتفي بهذا القدر. باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومسارعهم، واظهار الافتقار الى الله والتحذير من الغفله عن ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود، كانوا عائدين من غزوه تبوك، وديار ثمود تقع ما بين بلاد الشام وما بين المدينه المنوره، هي وديار قوم لوط ايضا. فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه اصحابه الى المنطقه التي اهلك الله فيها ثمود، يعني قوم صالح، قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين، فان لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما اصابهم. هذا الحديث متفق عليه، وفي روايه ثانيه كمان متفق عليها. لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر
الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه يعني بردائه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. هذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه. ما قصة هذه المنطقة وما خبر سكانها الذين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام؟ قال ثمود تقرؤون عنها في كتاب الله في سورة الأعراف في سورة هود في سورة القمر يتكرر كثيرا وبأساليب شتى. هم الذين أرسل الله جل جلاله إليهم صالحا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. القرآن يقول في ذلك كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب الأشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم محتضر. هذا ما حل في هذا المكان. إذا هم قوم استكبروا على الرسول الذي أرسله الله عز وجل إليهم. ودائما أيها الإخوة لا يهلك الله قوما بجهالة أبدا، وإنما يهلك من يهلك باستكبارهم. ولذلك فالبيان الإلهي يوضح لنا كيف أن الله أكرم هؤلاء الناس وأرسل إليهم رسولا يعلمهم ويبين لهم ويهديهم، نعم فاستكبروا. وين بيان الاستكبار؟ شوف السورة قالوا أبشرا منا واحدا نتبعهم. هل هذا كل يوم نصير كما عليهم هذا الواحد عن سيدنا صالح؟ إنا إذا لفي ضلال وسعر. نحن بنكون ساعتها ضالين تائهين. ألقي الذكر عليه من بيننا ونشر الله عز وجل يرسل رسول الله إليه. يعني نحن في كبار وأغنياء وزعماء ما بقى غير صالح يجعل رسول منهم، بل هو كذاب بشر. هذا منطق الجهل أم منطق الاستكبار؟ هذا منطق الاستكبار. فالباري عز وجل علق على كلامهم قائلا سيعلمون غدا من الكذاب البشر. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بكلة الماء حتى يكسر شوكة كبريائه، نعم. وابتلاهم بهذه الفتنة أيضا ناقة. وأوحى الله إلى سيدنا صالح أن يقول لهم لكم شرب، ولهذه الناقة شرب يوم معلوم، يوم الماء كله إلها يوم الكل. شايفين علاج الكبر؟ قلنا المستكبر لا يرضى بهذا، إلا نحن والناقة رح نكون على مستوى واحد. يوم بدنا نكمل نهار زمانين مشان خاطر الناقة، ونهار ثاني بيجي غيرنا، لكنها فتنة. يقول الله عز وجل بها المستكبرين، نعم إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. شوف المتكبرين شو بيسووا، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. لكن كبرياءهم حال بينهم وبين هذا. نادى صاحبهم وكان هنالك طاغية باغ شرس جدا. ناداه وتفاوضوا معه واتفقوا معه أن يذهب فيتحين فرصة مجيء هذه الناقة للشرب وينحرها. فنادى صاحبهم فتعاطى، يعني اتفق واخذ واعطى معه فعقر. فكيف كان عذابي ونذر؟ هذا كلام الله.
فكيف كان عذابي ولدك؟ إلا أرسلنا عليهم صلحة واحدة. فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو الحشيش الذي يلف وتفتت واحترق من شدة حر الشمس، فتأتي الرياح تسفيه يمينا وشمالا، هكذا يشبه البيان الإلهي. إلا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. في السورة الأخرى فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأنهم تماثيل. والباقي عز وجل إذا أهلك يتفنن في الإهلاك، يهلك قرآنا بالصيحة، يهلك قرآنا بالخسف، يقلب عالي البلد سافلة، يهلك قرآنا بالحجارة التي تتمتع، يهلك قرآنا بالغرق، يهلك قرآنا بالريح. لماذا؟ لكي يعلم الإنسان أن هذه المكونات التي سخرها الله عز وجل لنا وجعلها خدما وحشما لنا في لحظة واحدة، إذا اتجه أمر الله إليها بأن تثور على هذا المخدوم اللي هو الإنسان، إذا اتجه أمر الله في لحظة واحدة إلى هذه المسخرات التي من حولنا أن تتمرد علينا، تصبح سببا للهلاك بعد أن كانت سببا للحياة. الهواء العليل الذي ينتعش به الإنسان يصبح سببا للدمار، وليس بين أن يكون الهواء عليلا سببا للانتعاش وبين أن يصبح سببا للدمار إلا قول الله كن. وكلمة كن كل هذا الزمن كافر، لكن الله إذا اتجه أمره بلحظة بل بدون لحظة. الأرض التي نمشي فوقها جعلها الله مسخرة لنا، أنا هو الذي جعل لكم الأرض ذليلا مذللة تمشي في مناكبها، لكن ماذا بين أن تكون الأرض مذللة لنا وبين أن تتحول فتتمرد علينا وتصبح سببا لهلاكنا؟ ما هي الفطرة بين هذا وذاك؟ توجه الأمر الله فقط. وجل الإله قال: أأمنتم من في السماء أن يأسف بكم الأرض فإذا هي كما لحظة واحدة، لحظة واحدة. لا، هذه الأصوات التي نصغي إليها فنكره لها. أجل نتحدث عن حفيف الأغصان التي تباعد الرياح، ونتحدث عن أصوات البلابل والعنابر، ونتحدث عن الأصوات الجميلة التي تقرع أذن الإنسان فتطربه. ما بين أن يكون الصوت مطربا لك وبين أن يكون مهلكا؟ لحظة واحدة. لذلك عز وجل يزيد من ضغط هذا الصوت على الطبل الصناعي، يزداد الضغط، يزداد وبالتدريج لحظة واحدة. يرسل الباري عن عز وجل صوتا ذا ضغط شديد جدا يفتت الإنسان تفتيتا يقضي عليه. نعم، والباري عز وجل دائما يرسل لنا النماذج التي تذكرنا. انظروا إلى صوت الصواعق، انظروا، انتبهوا إلى صوت الرعود. هذه الزنجرة عبارة عن تنبيه من الله لابن آدم: يا ابن آدم كن يقظا، إنما قد جعلته مسخرا لحياتك ورغب عيشك بلحظة واحدة أجعله سببا لهلاكك. الماء الذي قال عنه الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. متحك، لكن ما الحد الفاصل بين كون الماء سببا لحياتك وبين كون الماء سببا لهلاكك وغرقك؟ لحظة أقل، أقل بكثير من لحظة. أليس كذلك الإله الذي قال: وجعلنا من الماء كل شيء حي؟ بل سمى الماء رزقا، هو الذي ينزل بمنزل يقل من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب.
عندما يشاء. تنظر يا عبادي هذا المال سبب لهلاك لا بلد بل سبب لهلاك قارة، بل إذا شاء الله سبب لهلاك كل من على الأرض. وانظر إلى قول الله عز وجل في سورة القمر: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. شوف تعبير القرآن بلاغة القرآن. فدعا ربه أني مغلوب، يا رب أني مغلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أمر من الله عز وجل يتجه إلى مسخراته لتكون خادما لنا إذا بها خادم. ينطلق الأمر الإلهي إلى هذه المسخرات تتمرد على الإنسان وتصبح سببا لهلاك في لحظة ذاتها، تتحول لتصبح سببا لهلاك. هذه الأرض التي تمشي فوقها، هل أنت مطمئن أنها لا يمكن أن تنقلب فيصبح عاليها سافلها؟ هذا حصل. قوم لوط هكذا أهلكهم الله عز وجل: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وما هي من الظالمين ببعيد. عندما وصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المكان الذي عاش فيه قبل تاريخ قصير وطويل قوم سيدنا صالح وأهلكهم الله، وبقيت تلك الأرض البلقع شاهدة على إهلاك الله عز وجل لهم بتلك الصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يخاف؟ هل هو مذنب؟ هل فعل شيئا مما فعله قوم صالح؟ هل انحرف عن الجادة التي أمر الله بها؟ أبدا إطلاقا. طيب من الذي دعا إلى أن يقف أولا فينبه أصحابه إلى أن لا يدخل هذه المساكن إلا باكين، أن لا يصيبهم ما أصاب هؤلاء الناس في فترة ماضية قصية من الزمن؟ ثم كان هو أسرعهم وأشدهم خوفا، قنع رأسه بردائه وكأنه يسير تحت خطر محدق وكأنه يمشي تحت حصباء تتهاوى عليه. لماذا؟ هذا سؤال لا بد أن يخطر في بال بعض منكم. تذكرون أيها الإخوة يوم قلت لكم كلما كان الإنسان أكثر معرفة بالله لابد أن يكون أكثر مهابة من الله، وكلما كان الإنسان أقل معرفة بالله لابد أن يكون أقل مهابة من الله. هذه حقيقة. المسألة ليست عائدة إلى ارتكاب أو عدم ارتكاب معاصي، ليس هذا مصدر تعظيم الله والمهابة من الله، وإنما مصدر ذلك أن تعرف الله. فإذا عرفت الله إلها قيوما إذا أخذ عزيز مقتدر كما يقول، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الإنسان الذي عرف ربه وعرف ألوهية الله وعرف ذل عبوديته لله لا يمكن إلا أن يكون شديد المهابة من الله، شديد التعظيم لله، شديد الخوف من الله عز وجل، نبيا كان أو رسولا أو رجلا من أصلح الناس. لابد مصدر الخوف ليس الخوف من جهنم، الأساس ليس هذا، مصدر الخوف المهابة من عظم الله.
ما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته بيوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. هذا الإله الذي يصف ذاته العلية بهذا الشكل، كيف لا يكون قلبك مليئا مهابة منه؟ ثم النبي عليه الصلاة والسلام كلما ازداد قربا من الله كلما ازداد شعورا بتقصيره في جنب الله. وإلا لماذا يقول أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إلى الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية فإني أستغفر الله في اليوم 70 مرة إنه لو يغام على صدري فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. كلما ازداد الإنسان قربا من الله ازداد شعورا بأنه بعيدا عن أداء حقوق الربوبية. أنا قلت مثال الإنسان الشارب الذي كان إلى قبل أسبوع شاربا عن صراط الله، ثم ذاق لذة العودة إلى الله واصطلح مع الله وجاء إلى المسجد وحضر الدروس. عندما يوفق للصلوات الخمسة بدون سنن يحمد الله ويرى نفسه أنه قد ملأ صحائفه حسنات، وإذا قيل له كيف يقول يا أخي أنا لا يأتي وقت صلاة إلا وأصليها. شايف كيف؟ سبب أنه حديث عهد بمعرفة الله. قد يكون يصليها غافلا، قد يكون يصليها وهو لم يفكر في الدنيا، لكن بعد شهرين أو ثلاثة عندما يزداد معرفة بالله وعندما تهيمن عليه شيء من صفات الله عز وجل تجده يشعر بأنه مقصر. يقول لك شو الصلوات الخمس الآن عم صلي 5 صلوات، لك حق الباري أكثر بكثير من هيك على يجلس فيضيف إليها مواتب، يضيف إلى ذلك قراءة شيء من القرآن كل يوم، ثم يزداد معرفة بالله ويزداد قربا له ويزداد معرفة بعبوديته، عندئذ يزداد شعورا أيضا في تقصيره في جنب الله عز وجل. هذه حقيقة. فالرسل والأنبياء هم أقرب الناس إلى الله، ومن ثم فهم أكثر الناس خوفا من الله عز وجل، ثم هم يقرؤون كلام الله. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة. نعم، هذا الكلام يقرأه الرسل والأنبياء جميعا. نعم، فضيل بن عياض كان من أكثر الناس زهدا وعبادة وقربا إلى الله. جاء زاره أبو سفيان الثوري فكان يتذكران أمور دينه. قال له الفضيل، قال يا سفيان اقرأ كتاب الله عز وجل: يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. قال يا سفيان أنا وأنت من الناس، وبكى ووقع الفضيل مغشيا عليه. نحن ولا بنعرف هالكلام، لا بصير فينا غشي لأن نحن بعيدين عن الله عز وجل، لكن لو أن الإنسان تمتع بهذا القرب. هذا يقرأ قول الله تعالى: يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. شو يقول؟ المادة التي تشتعل بها النار. لكن إذا كان الحجارة هي المادة التي تشتعل بها، لك الإنسان شو هو؟ مثل أطر قدام الحجارة، ومع ذلك يقول الله تعالى: وقودها الناس والحجارة. فهل هنالك غرابة من أن يمتلئ قلب رسول الله مهابة من الله وخشية منه عندما رأى منازل ثمود وتذكر ما حاق بهم من عند الله، تذكر الصيحة التي أهلكتهم؟ غريب أن النبي عليه الصلاة والسلام وفي قلبه آنذاك خوفا من الله، وأن ملك السهم النافذ وقد قمع رأسه، نعم، وكأنه يفر من صاعقة. غريب؟ لا يهم، موقفنا نحن الغريب، نحن موقفنا الموقف العجب. أن تذهب إلى ذلك المكان فتجد أناسا من المسلمين ممن قرأوا هذا الكلام وممن يقرأون كتاب الله، تجد الكاميرات مدلاة من أعناقهم على صدورهم، وينظرون إلى الأعلى وإلى الأيمن وإلى الأيسر، يبحثون عن الآثار التاريخية وما إلى ذلك. قارنوا
بين الصورتين، صورة أولئك الراعين الأول وهم أفضل الناس وأقربهم إلى الله وسيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف مروا من ذلك المكان مقنعين رؤوسهم باكين خائفين، واليوم أحدنا يذهب إلى ذلك المكان أو إلى البحر الميت وحوله من منازل قوم لوط فماذا يصنع؟ يبحث عن الآثار، يبحث عن الآثار، يلتقط الصور التاريخية، نعم نعم الصور الذكريات، نعم تذكارية، ليس في ذهنه شيء مما يقوله الله سبحانه وتعالى إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، اطلاقا. يذهب إلى حيث أهلك الله قوم لوط، وكيف أهلكهم؟ كيف؟ هم القوم الوحيدون الذين أهلكهم بطريقتهم، واحد منهم كافي. الطريقة الأولى قلب أرضهم كما يقلب الإناء على وجهه، واضح كيف؟ فأصبحت الأرض قبرا لهم، فكان كافيا. شيء ثاني، أرسل الله عز وجل عليهم حصباء حجارة من سجيل محترقة تلتهب مسلمة عند رب الباب علامة، نعم. ولذلك أنتم تعلمون أن تلك البقعة من ذلك التاريخ إلى اليوم لا يخضر فيها عرق أبدا بشكل من الأشكال. سألني علماء المهندسين الزراعيين شو السبب؟ يا ترى الأرض جيرية، يعني الأرض يعني من نوع سيليزية ما تصلح للاستنبات، طينية، طيب ليش ما تصلح؟ نعم كانت صالحة وكانت جديدة، لكن الله عز وجل مسحها بيمين غضبه فبقي هذا الأثر إلى يوم القيامة. أيهما أعظم، موقف سيدنا رسول الله أن يخشى من أن يناله شيء من غضب الله على هذا المكان في يوم من الأيام، أم موقفنا نحن؟ عاصين نحن، لاهين، سارين، غافلين، ساردين، نعم، وندخل إلى مثل هذا المكان، وكلام رسول الله يشق أمامنا، ومع ذلك فهو أكثر، لا نقول كل أكثر الناس يمرون بذلك المكان، نعم، ليستمتعوا، وليلتقطوا صور تذكارية، وليبحثوا عن الآثار التاريخية، وما إلى ذلك. نعم هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، واقع هذا ما ينبغي أن يكون عليه حالنا أيضا. أيها الأخوة، الإنسان عندما يكون محجوبا عن الله عز وجل حدث عن غفلته ولا حرج، وحدث عن استكباره ولا حرج، وحدث عن انحرافه ولا حرج. لماذا؟ لأنه يرى نفسه حرا طليقا، ليس هنالك من يقيده بدين، وليس هنالك من يتابعه ويراقبه بأمر. التائه عن الله هكذا، سواء كانت فيه ذكيا مسلم شاهد أو فيه كل ملحد، نعم، وأوروبا مليئة بهؤلاء الناس، نعم، تجد أن الواحد منهم يعتبر نفسه هو المسؤول عن نفسه، مثل شاة أفلت زمامها وأدير زمامها على عنقها فأصبحت تقفز في بلدان هكذا وهي تعتقد أنه ليس لها راعي وليس لها مسؤول، تتصرف بهذا الشكل. الإنسان الأحمق هكذا يعيش، ولكن عندما يهتم الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى ويعرف ربه، شلون يعرفه؟ يعرف مثل الهنانيين يعرف إله الجمال، إله الخير، إله الشر، إله المدري إيش، لا، هذا عبارة عن شيء تقليدي، هذا عبارة عن فن مهمًا، هذا يعرف إلهه مالك الملك كله، يعرف إلهه بصفاته الأسمى وبأسمائه الحسنى،
يعرف عظمة ربه، ومن ثم يعرف ضالته، ولذا يعلم أنه ليس حرا عبد، وعندئذ يعلم أيضا أن زمامه ليس بيده، زمامه مربوط بمن؟ بيد مولاه وخالقه، ويعلم أنه ما من حركة يتحركها ولا من كلمة يتلفظ بها ولا من فعل يصدر منه إلا ويسجل عليه، يسجل عليه. نعم، ألم يقل الله ذلك؟ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندما يعلم الإنسان هذه الحقيقة أمر إليه كيف يصبح، يفطم نفسه عن المحرمات، يضبط سلوكه على صراط الله. نعم، انظر إلى قلبه يفيض مهابة من الله وحبا لله سبحانه وتعالى، لأنه كان يتصور أن كل نعم المنح التي تأتيه تأتيه من الطبيعة. الآن علم أن مصدر هذه المنح والمنح كلها من عند مولاه وخالق أصبح يعشقه. نعم، انظر إليه كيف أصبح يخاف الله عز وجل. إذن كلما ازداد الإنسان قربا من الله كلما ازداد خوفا منه حتى ولو لم يكن عاصيا. نعم، رسول الله يقول عن سعيد نعم العبد سعيد لو لم يخف الله لم يعصيه. نعم، يعني سبب عدم عصيانه الخوف من النار، سبب عدم عصيانه تعظيم الباري سبحانه وتعالى. وأنا عندما أذهب وأجري في كثير من الأحيان إلى أوروبا وهذا الذين ينتقلون للتوبة وما أكثره من الضلال إلى الهدى رأسا يفتنون أنفسهم من المحرمات. كان قبل أسبوعين يشرب الخمر لم يعد يشربها، كان قبل أسبوعين لهم شرودات في الليل والنهار إلى ما لا ينبغي قطع نفسه عنها، كانت له معاش تعود عليها فطم نفسه عنها فجأة. طيب كيف تم هذا؟ كثيرون هم الذين لا يجدون تأويلا لهذه الظاهرة، المهابة التي استقرت في القلب قادت الإنسان ذلك الإنسان إلى هذا النهج. قبل أن توجد هذه المهابة لله في القلب كانت القيادة لمن؟ للهوى، للنفس الأمارة بالسوء. فلما فاض القلب خشية من الله ومهابة لله وتوحيدا لله سبحانه وتعالى تحولت القيادة من النفس والهوى إلى هذا القلب المليء بتعظيم الله سبحانه وتعالى وخوف. وأنا أنظر وأقارن بين المسلمين في بلاد الإسلام الذين ورثوا الإسلام كابرا عن كابر وبين واحد من أولئك الناس، لما في ساحة التفلت والإباحية وتعود على ذلك ألوانا وأشكالا، ثم بعد أن تعود على ذلك كله وجنح حياته إلى الكهولة تجد أنه فطم نفسه عن هذا كله بهذه المعادة التي صورها لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يتحقق ذلك. وهذا هو الفرق بين إسلامنا التقليدي وبين من يكون الإسلام في قلوبهم جلة حب ومهابة لله سبحانه وتعالى. قلت هؤلاء الناس يجتمع في أفئدتهم عاملان اثنان، المهابة والحب. كثيرون هم الذين يسألون مرارا كيف يمكن أن أحب من أخافه؟ نحن معتادون على أننا إذا خفنا من إنسان لا نحبه، إما أن نحبه فلا نخاف منه وإما أن نخاف منه فلا نحبه. هذا بالنسبة للبشر في علاقته مع البشر. أما علاقة العبد مع الرب فبينهما كامل الاتساق، مهابة لله سبحانه وتعالى بصفات الربوبية التي عرفتها وتبينتها في ذاته العلية، مهابة لله لأنه قيوم السماوات والأرض ولأن كل شيء بيده ولأنني لا أملك حولا ولا قوة إلا به، حياتي منه، عيشي منه، ممامي منه،
يقبض منه أنفاس السائلة والهابطة منه كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. فأنا في قبضة يحيى القيوم. هذا اليقين هو الذي يبعث الخوف والمهابة من الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الله ذاته هو الذي يكرمني، هو الذي يعيشني، هو الذي ينومني، يقيمني، يطعمني، يجعلني استسلم اللقمة، يجعلني اتمثلها واهضمها، نعم يصفي جسمي من الشوارب والأجرام، هو الذي يحميني من الأخطار التي تتوب من حولي. هذا الله هو الذي يرعاني ولا يعاني الأم من يلمها. نعم طيب أحبه أم لا أحبه؟ أحبه بالمنطق الذي أعاده أحبه أيضا، ولكن هذا لا يكفي إلا على علاقة العبد مع الرب سبحانه وتعالى. ويجتمع هذا في صفات سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما كان يقوم أكثر الليل يصلي ويقرأ القرآن. وأنتم تعلمون وقد تحدثنا عن كثيرا من شكل عباداته وصلواته طويلة، كان ربما أمضى الليلة بأربع ركعات، ركعتين وركعتين. طيب ما الذي كان يدفعه إلى هذا؟ مهابة يحب، مهابة يحب. هذه المهابة مع هذا الحب أسأل الله أن يجعل منهما رأس مالنا في رحلتنا في هذه الحياة الدنيا. أيها الأخوة، قبل أن ننهي الدرس ينبغي أن أقول لكم أيضا أنا أستقبلكم في الغياب درسين اثنين فقط، يوم الاثنين ويوم الخميس، وموعدنا إن شاء الله تعالى من أحيان الله الاثنين بعد القادم، والحمد لله رب العالمين.